أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية عن توغل قواتها في المدينة القديمة اتجاه جامع النوري بالجانب الأيمن لمدينة الموصل. وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن العملية أسفرت عن قتل 13 إرهابيا وعن تدمير 7 آليات ملغمة. فشل محاولات داعش في الحفاظ على جامع النوري الرمز الكبير له في الموصل ومكان إعلان البغدادي لخلافته المزعومة، كيف سيكون وقعه على أنصاره وعلى قوة التنظيم وعلى تماسكه وعلى أماكن احتلاله، وأين هو البغدادي مع شداد هزائم داعش في الموصل؟ هذه الإجابات عن كل هذه التساؤلات تتابعونها اليوم مشاهدينا في برنامج استوديو الآن 7 مساء بتوقيت السعودية. قالت لجنة المفاوضات في حي الوعر المحاصر بحمص وسط سوريا، قالت إن موعد خروج الدفعة 5 المقرر يوم السبت القادم تأجل لموعد غير محدد لخلاف مع قوات الأسد. وأوضح عضو في اللجنة أن سبب التأجيل يعود لخلاف مع قوات الأسد حول عدد السيارات المخصصة لنقل أمتعة المهجرين، ما أخر موعد الخروج لحين التوصل لآلية نقلها، حيث تدور محادثات مع نظام الأسد حول الموضوع الآن. أفاد معهد أمريكي متخصص بأبحاث حول كوريا الشمالية أن صورا التقطتها أقمار اصطناعية أظهرت أن موقع بونغي ري المخصص بالتجارب النووية في كوريا الشمالية بات جاهزا لإجراء تجربة جديدة. ويخشى عدد كبير من المراقبين أن تكون كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية سادسة قد تجريها يوم السبت المقبل، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 5 بعد 100 لولادة مؤسس النظام كيم إل سونغ. أعلنت السلطات المغربية اعتقال خلية إرهابية مكونة من 7 متشددين كانت تجند الشباب لحساب تنظيم داعش. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هذه الخلية كانت تجند وترسل متطوعين مغاربة إلى معاقل داعش في العراق وسوريا، وكانت تنشط في مدينتي فاس ومولي يعقوب بشمال البلاد. وبحسب الداخلية فقد تم ضبط ومصادرة أسلحة وبزات عسكرية ومبالغ من المال وتجهيزات إلكترونية. أسفرت اشتباكات دارت في شمال شرق نيجيريا بين وحدة من الشرطة وقوة من الجيش عن قتل جندي وثلاثة شرط من رجال الشرطة أيضا، كما أفادت السلطات. وقالت الشرطة إن الاشتباكات جرت في مدينة داماتورو التي تشهد تمردا تقوده جماعة بوكو حرام. كشفت دراسة جديدة أن قطاع التعليم الإلكتروني في الشرق الأوسط شهد نموا لافتا ليصل إلى 570 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.